حياكم الله، حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا في قناة الفجيرة مطلع الشمس. نرحب فيكم من هذه التغطية المباشرة والاستثنائية لمنتدى الفجيرة الثقافي في الدورة الثانية، ويأتي طبعا هذا المنتدى بالتزامن أيضا مع طبعا الإعلان عن أسماء الفائزين في طبعا الدورة الأولى لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع. مجموعة من المفكرين والمبدعين والكتاب والشعراء أتوا من طبعا عدة دول خليجية وعربية، من يعني الإمارات وأيضا السعودية وسلطنة عمان والبحرين وسوريا ومصر ودول عديدة. اجتمعوا هؤلاء المفكرين لطبعا تبادل الأفكار وأيضا للنقاش حول توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب والفن العربي. أكيد علي، واختتم اليوم مشاهدين مساء اليوم أو اليوم عنوان تحت عنوان الأسطورة والتراث العربي في الأدب العالمي. والحين نعم. خلونا نرحب بضيفنا الأستاذ عبد الرازق ربيعي، مشاعر وكاتب مسرحي. مرحبا بك ونورتنا. مرحبا. شاعر عبد الرزاق ربيعي، شاعر وكاتب مسرحي، سعدنا جدا بوجودك معنا، واليوم فعلا نتشرف أن نلتقي قامة في مثلك في برنامجنا. من لطفكم، بالعكس أنا اللي سعيد بكم وبهذا هذه التظاهرة الجميلة اللي جمعتنا، جمعت هذه النخبة الرائعة من المبدعين العرب تحت يافطة جائزة الشيخ راشد الشرقي. نعم أستاذ عبد الرزاق، إذا تكلمنا عن الأسطورة وكيف تلهم هذه الأسطورة الفنانين أو الشعراء أو الأدباء ككل؟ طبعا الأسطورة من ميزاتها أنها تعطي عمقا للنص الشعري أو النص الإبداعي بشكل عام، لأنها تجعل هذا النص يعني يختصر مسافات زمنية في 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 بضعة يعني جمل أو مفردات. انتبه الشعراء العرب إلى الأسطورة بعد ترجمة جبرة إبراهيم جبرة لفصل أدونيس من كتاب فريزر الغصن الذهبي. اكتشف فجأة الشعراء العرب أنهم أمام منجم، لأنها تحتوي على عنصر الخيال. نعم. الخيال الذي لا يحده حد. نعم. وكذلك يعطي دلالات رمزية متعددة. هذه أخرجت النص من رتابته ومن عاديته وجعلته يحلق في فضاءات أكثر رحابة. طبعا يبقى نص إليوت لأرض اليباب اللي هو استند على مجموعة من الأساطير، ووردت إشارات كثيرة للأساطير. لكن هنالك ثلاثة اتجاهات في التعاطي مع النص الأسطوري. أولا هنالك من نظر إلى النص بعين التقديس فلا مساس، يعني ياخذ الاسطوره كما هي وطرحها بشكل يعني. هنالك من حور وعمل اسقاطات على الواقع من خلال استدعاء الرمز الاسطوري، فهذا مثلا عمل السياب في النهر والموت وشولة المطار وغيره من النصوص الكبيرة. وهنالك من اكتفى بشظية، يعني يأخذ جزء أو 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 مجرد جملة أو 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 فكرة ويوظفها في نسيج شامل من أنسجة النص. هنا أنا أرى الإبداع هنا. نعم. هنا يكمن. نعم. لأنه يعني ما جدوى أن تأتي بالأسطورة كما هي. صحيح. يعني وتقدمها وتعيد يعني إنتاجها، لا، وإنما وما معنى أن حتى عملية التحوير. نعم. أصبحت عملية يعني مدياتها محدودة. صحيح.
وضيقة، نعم. والمساحة اللي يتحرك بها ليست مساحة طيب. شاسعة. أما أنه يأخذ شظية من النص الأسطوري من الأسطورة ويوظفها توظيفا فنيا، نعم. يخدم النص ويعمل يعني إسقاطا، نعم. على الواقع، نعم. سيد عبد الرزاق، عندما تذكر الأسطورة ربما يتجه العقل إلى الأساطير الغربية، إلى الأساطير الإغريقية، ولا تذكر الأساطير العربية، وكأننا نفتقد هذا الإرث الذي هو موجود. وكما ذكرت أنت، نعم. يعني هناك من الشعراء من سخر الأسطورة بطريقة رائعة، أمثال طبعا كما ذكرت السياب وغيره من الشعراء والأدباء، نعم. أيضا في هذا المجال. لماذا نحن كعرب يعني عندما تذكر الأسطورة لا نستدعي الأساطير العربية التي موجودة في موروثنا وفي مخزوننا التاريخي التراكمي؟ صحيح. طبعا هو انتبه الشعراء العرب للأسطورة بالخمسينيات بعد أنه ترجم مثل ما ذكرت، فانبهروا بالأساطير الإغريقية واليونانية وظلوا مأخوذين بها، نعم. يعني الشاعر علي أحمد سعيد سمى اسمه أدونيس، سمى صحيح. اسمه يعني سمى هذا جزء من الانبهار، نعم. بقى يعني حكاياتنا الشعبية وموروثنا بقى في على رف على جانب. أنا قبل قليل قرأت في القراءة في الأمسية الشعرية نصا استقيته من أسطورة عربية، صحيح. هي أسطورة عمرو بن يربوع التميمي والجنية وحكايته مع الجنية وكيف قيل له أنه هذه الجنية إذا لاح البرق فإنها تختفي، صحيح. فأنت أحذر من البرق، وهو بقى كل ما يطلع البرق يخبئها بعبائته إلى أن في يوم من الأيام غفل عنها ولاح البرق واختفت وظل يبحث عنها. طبعا أنا أسقطت يعني حالة الغياب. طيب لماذا الأسطورة لا توجد أو لا يعني مو بهذه الكثافة موجودة في الأدب العربي؟ ليش؟ شو الأسباب؟ ليش مش واضحة؟ مش ظاهرة؟ مش واضحة مع أنه وايد عندنا يعني أسطورة أو نقول أساطير عربية. هي كثير من خجل أو في هنالك أسباب دينية، هنالك كثيرة طبعاً، نعم. هنالك تحفظات على الكثير من الأساطير، بس هذا أدب يعني لازم يكون مفتوح. بالضبط. معظم أساطيرنا وحكاياتنا الشعبية غير مدونة، صحيح. يعني نسمع من يدودنا، نعم، يعني في سلطات عمان الآن جيل ينقرض وينسى، صحيح. وتذهب هذه الحكايات والأساطير. فحقيقة هنالك تقصير بهذا الجانب. أنا أتمنى دائما أنه الالتفات لكبار السن و أخذ هذه الحكايات قبل أن يعني نفقدهم، وقبل أن تندثر. يعني مثل ما يقول أحد الكتاب أنه إذا رحل شيخ كبير فكأنما رف مكتبه، صحيح. فمن هذا الباب علينا أنه هاي مهمتنا، واجب وكل الكاتف عليه أنه نحفظ موروثنا الشفاهي، ها، والتدوين. التدوين حفظ كل هذه الآثار العظيمة. احنا عندنا اقدم ترى ملحمة، هي ملحمة القلقامش 5000 سنة عمرها. هذه الملحمة لولا التدوين لفقدناها، ودونت على ألواح بالخط المسماري، واللغات القديمة فالسومرية، فهذه العثر عليها هذه الألواح، وتم يعني التدوين حفظ هذه الآثار العظيمة، وغيرها من الملاحم. ملحمة عندما في الأعالي أيضا، هذه سر الخليقة،
سر الخليقة أيضا هذه قصة الخليقة البابلية. هذه أيضا مدونة وبالخط المسماري ووجدوها وعثروا عليها. وأيضا التدوين يعني له فضل كبير على حفظ هذه الآثار العظيمة، لأن الذاكرة مهما يعني قاومت فهي تنسى في يوم من الأيام. بالضبط. ولهذا من واجبنا أن ندون، نلتفت إلى هذه الحكايات الشعبية وندونها ونتركها للأجيال القادمة توظفها. أنا أيضا وظفت قصة حكاية من نزوة في مسرحية من مسرحياتي بنت الصياد، وعرضت في النادي الثقافي وعرضت في أكثر مكان. بنت الصياد هذه استقيتها من قصة شعبية، فقصدي من هذا أنه طبعا مع الكثير من التحوير، لأنه يعني هنالك دائما احنا ترى مو كل قصصنا تصلح يعني. وهذا من عندما نكتب الأطفال. أنا كلفت مرة بكتابة مسرحية عن علي بابا والأربعين حرامي. هذه أصعب شيء كتاب للطفل. طبعا أنا طبعا أكتب للطفل أيضا، عندي شعر ومسرح وكذا، وعندي أكثر من كتاب. فهذه من كلفني رحت الألف ليلة وليلة وطلعت حكاية علي، وإذا كلها يعني احتيال ونصب ودم وقتل. وهذا كيف نقدمها للطفل؟ ولهذا رحت شلت كل هذه الأمور، أزحتها وصغت صياغة جديدة. يعني أنا بس مسرحية اسمها كهرمانة، وقدمت عرضت في حديقة القرم أيضا في مسقط. هذه إحنا إذن عندما نتعامل مع التراث نتعامل بحذر. ليس كل الحكايات صالحة. في وليلة أنت قاعد تزرع قيم بها قتل وبها جرم. بعدين إحنا أيضا تعاملنا كان محدود أيضا. يعني أغلب الرموز اللي عندنا هي عنتر بن شداد، عبلة، جحا، يعني شهريار، شهرزاد. هذه أغلب القصص اللي هي دارت حولها. بينما إحنا موروثنا أغنى من هذا بكثير. وأكيد دوركم أنتم دور كبير في تسخير هذا هو اللي نحاوله، الأساطير وطبعا التعبير وتسخيرها بطريقة صحيحة. بالضبط. وعلى المؤسسات أن تهتم بهذا الجانب. نعم. عن طريق الشعر وعن طريق المسرح. أنا سعيد جدا، سعداء جدا. شكرا. وأنا الأسعد، وشكرا لكل المنظمين اللي قاموا بهذا الجهد الكبير في الجائزة. الله يعطيك العافية الأستاذ عبد الرزاق ربيعي، مشاعر وكاتب مسرحي. شكرا على تواجدك اليوم معنا. شكرا. شكرا لكم. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم هذه الجلسة أو هذه حواراتنا الرائعة، لكن بعد ما نرجع من هذا الفاصل تريانا.